دلوقتي يا حبايبي احنا هنعمل اسهل طريقة ايه فراخ هنعملها في المستردة اهي، ولان الكاتشب اللي ما عندوش كاتشب ممكن شغال الصلصة معاه، نحط معلقتين هم صلصة، ممكن نحط شوية لبن، ملح شوية صغيرين كده، وملح وفلفل اسود قد معلقة، دول على 2 كيلو دبابيس كده، واحط معلقة عسل وفلفل اسود عشان تاكلي احلى دبابيس. وبصي وحاجة سريعة وجميلة، ممكن نحط لها كمان يا جماعة حبة روزماري نفركه كده زي النعناع عليها، ونجيبها لها الطعم الجديد. كل مرة بنحط الطريقة بنغير منها شوية، كل شوية انا بغير لكم الطرق تبقى جميلة. وادي معلقة فلفل اسود، وهنحط معلقتين عسل ابيض، ونتفرجي على جمال الدبابيس دي لما بتتعمل بتبقى تحفة تحفة تحفة، بألف هنا وشفا على ولادي، لأن هي أكلة للأطفال جميلة. أهو حاطين عسل أسود المرة دي مش أبيض، أه مش أبيض، أدي العسل أهو ضربناه، بقوم داي أنا الله والله جميلة، والله والله كمان جميلة بالهنا والشفا. حطيت شوية ملح، بصي أنا هضيف عليها الدبابيس اهي كلها في قلب بعضيها كده، حط شوية زيت زيتون، عايزة مش عايزة تحط زيوت خلاص ملوش لازمة براحتك يعني، ادي كده ايه رأيك؟ والله العظيم 3 هتبقى تحفه جميله جمال يعني، ما هقول لك يعني جميله والله جميله، وهتعجب رجالك قوي جنب شويه بطاطس محمره، جنب المكرونه، جنب اي حاجه. انت عملت لهم شويه جلابيس ما لهمش حاجه، حبه عسل اهو فوق الوش كده يلمعوا لي بس يخلوها جميله، وهي جميله اغطيها بقى بقول واحطها فين؟ في الفرن. خلصت الشغلانه بالصدفه اللي معانا وقلتها الجمال، اسهل من كده مفيش. الدبابيس ملهاش حل، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، جميله جميله جميله، الف هنا وشفا. حبايبي النهارده هقول لكم هنعمل طبق سلطه، حاجة كده زي التورتة، هيبقى شكله جميل حلو اهو. حطينا غسلنا الكابوتشي ودينا حطيناها، هنعمل ايه بعديها؟ الطماطم تشيري ولم منها كده حاجة كده تبقى شبيهة تورتاية كده، تعمليه يكون مزاجك رايق لجوزك لعيالك لحبايبك عزومة عندك، يعني هو طبق شكله جميل اهو كده، وده بقدونس احطه كده، كده كده
او ممكن يكون جرجير عندك بقدونس، بس انا ما عنديش جرجير. هو انا بحط جرجير بصراحه، ما عنديش جرجير، بس اللي متاح عندي بقدونس ممكن يقضي الغرض كلوحه جميله يعني كشكل حلو، وفي نفس الوقت فوائد البقدونس كتيره جدا، واللي عندي مش هيقول لا. كل حاجه في بيتك عندك متاحه خلاص، مش هوقف نفسي عليها. بس كده اقوم جايبه بقى الذره. شفتي بقى هي كلها قيمه غذائيه وحلوه ازاي. الذره احطها كده، ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شكلها اهي قدام مني. ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، شكلها اهي قدام مني، حاجه كده جميله. حط فاصوليا حمرا لوحه فنيه جميله اهي، تناسقة الألوان. نحط شرايح خيار كده، بس بقى يا حبيبتي الطبق السلطه ده الصوص اللي انت عايزاه يمشي عليه حسب الصوصات اللي انت تعجبك. جبنه رومي شرايح اهي بكده، ممكن تشوي فراخ وتحطيها برضو شرايح. على فكره دي مش سلطه، دي تعتبر وجبه غذائيه كامله اهي كده كده. كده اهو، والله وجبة غذائية كاملة ملهاش حل. طعمها جميل وشكلها اجمل، ويخلي الاولاد يكبر عليها. ممكن تعمل الصوص بالمايونيز والمستردة والعسل النحل، فلفل اسود، شوية خل وملح بسيط، وتعملي صوص يتقلب كله على بعضه، تعملي احلى صوص ممكن تاكليه معاها. وادي
السلطه، طبق السلطه اهو وريتهولك في منتهى الجمال وتحفه وملوش حل، وطعمه جميل جدا وشكله جميل جدا، وبالف هنا وشفا عليك وعلى ضيوفك وعلى حبايبك وعلى جوزك وعلى كل اللي انت بتحبيه. طبق السلطه اهو تحفه، تعتبر وجبه غذائيه كامله. فاضل لها الفراخ المشويه بس تقطع شرايح وتتحط عليها، مش محتاج حاجه جنبيه غير انك تكليف الف هنا وشفا، بالذات اللي عاملين دايت وبالهنا والشفا. اللي عايز الوصفه الصح والطريقه على اليوتيوب.